حتى تثبت إدانته؟ أين حقوق الإنسان؟ وإلى متى يستمر ضباط الشرطة في بطشهم وجورهم على القانون؟ هل هذه حالة مرضية يصعب الخلاص منها؟ أم هي غريزة أساسية؟ الدستور يحمي كل مواطن دون تمييز، والقانون يكفل لكل مواطن الحرية والرعاية والكرامة. أين حق المواطن الذي كفله له الدستور والقانون؟ لماذا تتحول أقسام الشرطة إلى سلخانة والضباط إلى جزارين؟ إيه يا أخينا؟ إيه الدوشة والزعبوبة اللي أنت عاملها دي؟ أولاً أنا مش أخينا، واللي بقوله ده مش زعبوبة. مين حضرتك؟ أنا الأستاذ عصام برهام المحامي بالنقد والإدارية العليا. أهلاً بحضرتك. لسه ما خلصتش كلامي. وعضو الجمعية الدولية لحقوق الإنسان، وسكرتير عام رابطة مناهضة استعمال العنف في أقسام الشرطة. من الآخر كده، حضرتك عايز إيه؟ أولاً أنا عاوز كل وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية تحضر عشان تنقل المهزلة اللي بتحصل في الاسم ده. بعدين سيادتك طرحت عليا سؤال وقلت لي انت مين، ممكن اطرح عليك نفس السؤال واقول لك سيادتك مين؟ انا مأمور الاسم. اهلا وسهلا يا فندم. يبقى خلاص لازم القانون ياخد مجراه على الصغير والكبير. طب ممكن حضرتك تهدى شويه وتتفضل معايا في المكتب نشرب القهوه؟ ممكن، بس في الاول لازم اطمن على الضحيه بتاعتي. اتفضل حضرتك معايا وفي المكتب ان شاء الله هنحل كل حاجه. يا ريت. يا استاذ برهام، احنا عاوزين نلم الدور. يا جناب المأمور، مش كل حاجه تنفع تتلم، وسيادتك سيد العارفين. وانت برضو سيد العارفين وفاهم كويس قوي ان الضابط اللي عندي ده ملوش اي علاقه باصابه المتشرد اللي انت جاي تدافع عنه. لا يا باشا، بس المعلومات اللي عندي بتقول ان فيه شهود. ايوه، بس الشهود دول يبقوا زمايله. تقدر سيادتك يا جناب المأمور تثبت انهم زمايله؟ ده في واحد من الغربيه والتاني من فرسكور والتالت من المنيا وجه قبلي. وبعدين يا جناب المأمور المسائل دي تخص النيابه. استاذ برهام، انا لا عايز مشاكل ولا عايز شوشره في الاسم بتاعي. ومن الاخر كده، الضابط شريف ده امره يهمني. طبعا لازم يهمك يا جناب المأمور. مش ده ابن سيادتي اللواء عاصم الحناوي، مساعد اول وزير الداخليه؟ ده انت عارف كل حاجه. جرى ايه يا جناب المأمور؟ القسوه اللي عند الحناوي الابن موروثه من الحناوي الاب، نفس الجينات. حضرتك مش فاكر الحناوي الاب واللي عمله في مظاهرات 77 كان له ضحايا كتير؟ طب بقول لك ايه، عايزين ننسى بقى الحناوي الاب ونخلينا في الحناوي الابن، وبقول لك للمره الثانيه عايزين نلم الدور. لينا شروط. عارفها، قبل ما هتخرج من مكتبي كل اللي مقبوض عليهم هيبقوا بره الاسم. لا يا باشا، لا لا، ده شيء مفروغ منه. ايه طلباتك؟ اتفاقيه سلام. نعم يا اخويا، سلام بين مين ومين؟ بين الاسم وبين العيال الغلابه الضحايا اللي بيلقطوا رزقهم واهاليهم رامينهم في الشوارع. اذا كان اصلا اهاليهم خلفوهم في الشوارع، هم لقوا بيوت امنه واهله لا. طب واتفاقية السلام دي بقى بنودها ايه؟ عدم القبض عليهم وحرية العمل. انت بتسمي التسول والشحات عمل؟ خلاص يا باشا، يبقى القانون ياخد مجراه. ايوه، بس شكلنا هيبقى ايه قدام رؤسائنا؟ احنا كده نبقى ما بنشتغلش خالص، بنهمل واجبنا. لا يا باشا، ما تشيلش هم خالص. إذا كنت جنابك عاوز كام بت على كام واد يكونوا عندك هنا، ممكن في ساعة زمن سيادتك تقشر بس ويقعدوا هنا معاك ساعة اتنين تلاتة وبعد كده تفرج عنهم. هو جنابك ما اشتغلتش في مكاتب مكافحة المخدرات ولا ايه؟ للأسف لا. نفس العملية يا باشا، نفس العملية. لما يكونوا عاوزين يعملوا الشغل بيجيبوا البضاعة وبيجيبوا المتهمين، وبعد كده يبوظوا القضية لعدم صحة وسلامة الإجراءات. ومين بقى إن شاء الله اللي هيكون حلقة الوصل؟ ولد 10 على 10، كلمته ما يتشكش فيها أبداً، كلمته حكم محكمة غير قابل للطعن. ده سيادتك هنا في القسم عندك العساكر والرتب الصغيرة عارفينه كويس أوي. رجب الفرخ.
سيادتك والرتب الكبيرة كمان، ما انت عارفه جنابك كده. هيبقى في حاجة تاني مهمة. أمرني جنابك. طبعا انت عارف ان منطقة وسط البلد منطقة حيوية، وقريب منها فنادق، وزارة الخارجية، مبنى الحزب الوطني، جامعة الدول العربية، ده غير ان في ضيوف مهمين ومواكب ومناسبات. معلوم يا باشا معلوم، وجنابك عاوز المنطقة هناك تكون نظيفة جدا زي اي منطقة نظيفة في باريس. يا ريت. معلوم معلوم يا فندم، زي ما سيادتك عاوز بالظبط. بعدين فعلا الحضارة مطلوبة. لا يا استاذ برهان، الكلام ده مش منطقي بالمرة. بقى احنا هنخطر شوية حرامية وبلطجية نترجاهم يعني؟ ينفع برضو الكلام ده يا استاذ برهام؟ خلاص يا جناب المأمور، سيادتك انا قلت الحل اللي عندي، شوف سيادتك عاوز تعمل ايه. انا مش عارف اقول لك ايه. لا يا باشا انت تعرف كويس قوي، تعرف كويس. عاشت الرئيسة، عاشت الرئيسة، عاشت الرئيسة، عاشت الرئيسة، عاشت الكبيرة، عاشت الكبيرة، عاشت الكبيرة، عاشت الكبيرة، عاشت جلالة الملكة، عاشت جلالة الملكة، عاشت جلالة الملكة، عاشت جلالة الملكة. أبنائي وبناتي، أنا من غيركم مسواش بصلة. أنا بحبكم وأنتوا بتحبوني، عشان كده لازم أحافظ عليكم، وإذا كنت كبيرة ولا رئيسة ولا حتى ملكة فبسببكم. والراجل ده الراجل الكبير أبشركم بوجوده في حياتنا، الأستاذ عصام برهان المحامي اللي عمل معجزة وخرجكم. عاش الأستاذ برهان، عاش الأستاذ برهان، وعاش الأستاذ برهان، عاش الأستاذ برهان. الحمد لله والشكر لله، بفضل ربنا والأستاذ برهان المحامي قدر يتوصل لاتفاقية سلام بيننا وبين الحكومة. عاشت الكبيرة، عاشت الكبيرة، وعاش الأستاذ برهان، وعاش الأستاذ برهان. عايز أقول كمان إن في منكم أبطال وفدائيين مستعدين يضحوا بكل حاجة بالغالي وبالرخيص عشاني، زي البطل علي النمس. انت فين يا علي؟ خدامك يا رئيسة. اتعورت جامد ولا؟ الله وكيل زي الفل، دي لعبتنا وياما خدنا دروس فيها. اسمعوا بقى الخبر السعيد، انا نويت اكمل نص ديني، نويت اتجوز. مبروك يا ملكة، ربنا يتمم لك على خير. مين الملك يا ملكة؟ واحد منكم، بس مش انت يا روح امك. انا طبعا هجيب لكم ملك منكم فيكم، انا مش واطي عشان اجيب لكم واحد غريب. وما تقلقوش، كل حاجة هتعرفوها في اوانها ووقتها. مبروك يا ملكة. الله اكبر. ربيع يا حلواني، يا ربيع يا حلواني، ما توحدوا الله. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. والآية دي لمين فينا يا مولانا؟ للراجل اللي افترى على بنتنا ولا للبنت المقهورة المسكينة اللي أهلها أحسنوا تربيتها؟ الآية دي للجميع يا ست سميحة، يا موجودة للتقوى والإصلاح والصلاح. انت ست حكيمة ورشيدة. والله بنتي ما طلقتش نفسها، وبعدين لو كان جوازهم طول شوية كان إيه اللي حصل؟ مالوش لازمة الكلام دلوقتي يا مولانا. حضرتك كنت موجود في الأول، وكويس برضو انك تبقى موجود في الآخر. يا عم ربيع، احنا مستعجلين ليه؟ احنا مستعجلين للآخر ليه؟ لا أول ولا آخر. حسب ما سمعت من معتمد الطلاق ما حصلش. معتمد ده مالوش كلمة عشان حد يصدق كلامه. لا إله إلا الله يا ست سامحة، انت كده بتهيني جوز بنتك وفي بيتك. وهو ما هانش بنتي لما طردها في انصاص الليالي، هي دي شوية؟ يا شيخ فتحي قدرها زي ما بتقدر دقنك. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. دراية ست معاطف، اعملي لي اعتبار. اعتبارك محفوظ وعلى الراس من فوق يا مولانا. طيب ايه رأيكم بقى إننا رايد تكون في القعدة دي نوارة؟ أيوة هو ده بقى كلام، عن إذنكم. اتفضلي. دراية ربيع، هو إيه حكايتك؟ هو عاطف ابنك ده طالب في الجامعة ولا بيشتغل معاك، ولا الأيام دي يعني شغال في توا؟ ما قالكش على اللي عمله؟ قال لي. وإيه رأيك فيه؟ أنا مبسوط. الله، ده أنت بايع بقى. اللي تشوفه يا مولانا. يا سيدي إذا كنت أنت بايع إحنا لا يمكن نبيع. تعال يا بنتي. أهلا 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 ست العرايس، زيك يا نوارة. الله بقى كده يا نوارة، الشيطان يضحك عليكو ويخش الشقة بتاعتكو ويبرطع؟ أيوة يا سيدنا الشيخ. أنا حسب ما سمعت من معتمد إن هو رمى عليك يمين طلاق بالتلاتة، لو خرجت من باب الشقة ما ترجعهاش تاني. مش ده اللي حصل ولا في كلام تاني؟ حصل يا مولانا، وخرجت من الشقة. الحمد لله. كده يبقى مفيش طلاق حصل. مفيش طلاق حصل؟ ازاي يا مولانا؟ في هذه الحالة يا ست سميحة، يقع الطلاق عندما ترجع نوارة مرة أخرى إلى بيت الزوجية. وطالما ده ما حصلش يبقى هي لسه على ذمته ومراته. الله يفتح عليك يا مولانا. إيه ده؟ أنا مش فاهمة حاجة. أنا فاهمة يا أمه. سيدنا الشيخ يقصد إن الشقة دي بقت محرمة عليا، صح؟ مظبوط يا بنتي مظبوط. يعني انت كده هتسكني في شقه جديده وبلد جديده كمان باذن واحد احد؟ بنتكوا هتطلع من بيتكوا هنا على الطياره على السعوديه عدل ان شاء الله، وباذن الله لما ترجع يبقى لها بيت جديد وشقه جديده. بس انا مش عايزه اسافر السعوديه. انت كده يا بنتي تبقي بتخالفي شرع ربنا، والست المسلمه لازم تكون طوع لجوزها. واذا قلت لا في الحالة دي؟ الكلام مش عندي أنا، يتكلم معتمد. لا حول ولا قوة إلا بالله، هسافر ومش هطلق. الله، ده احنا كده دخلنا في موال ملوش آخر.